هذا وتتواصل عمليات الإغاثة الدولية في الدخول إلى سوريا في محاولة للوصول إلى المتضررين من الزلزال، خاصة بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة تسمح لمدة 180 يوما بالقيام بعملية الإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية. وقال نائب وزير الخزانة إن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري، وأن هذه العقوبات تستثني الجهود الإنسانية. ينضم إلينا أنس الصبار من واشنطن وعز غريبي من باريس. أبدأ معك أولا أنس الصبار، إذن الولايات المتحدة وتماشيا مع الوضع الإنساني تعلق العمل بهذا القانون 180 يوما، هل هكذا نفهم القرار الأمريكي؟ بالفعل فضيلة، يبدو أن الكثير من الضغوط سلطت على الخارجية الأمريكية، وفي الحقيقة خلال اليومين الماضيين كانت هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح على المتحدثين باسم الإدارة الأمريكية سواء في البيت الأبيض أو الخارجية أو حتى مجلس الأمن القومي، ويبدو أنه استجابة بطريقة أو بأخرى لهذه الضغوط. تحاول الولايات المتحدة أن تؤكد من خلال بيان رسمي تصدره عن وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات بطريقة أو بأخرى ستعلق، خاصة في الجانب الإنساني، العقوبات التي تمنع بعض الشركات من التعامل مع الحكومة السورية. هذه الرخصة التي قدمتها وأعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية وكررتها، كررت الرسالة من خلال وزارة الخارجية ووزير الخارجية، تسمح بوصول أوسع وأكبر ربما على الأقل أولئك المترددين من إرسال أو التعامل مع الحكومة السورية. هذه الرخصة تؤكد لهم بأن الولايات المتحدة تعلق العمل بهذه العقوبات لمدة 180 يوما لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية. لكن فيما يتعلق بواشنطن والمساعدات التي ترسلها، فهي تقول إنها ما زالت تعتمد على شركائها من المجموعات والمنظمات الإنسانية التي كانت تقدم المساعدات منذ بداية الأزمة السورية، وستواصل تقديمها عبر هذه المنظمات، من بينها بطبيعة الحال الأمم المتحدة، لجنة الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، ومؤسسات إنسانية أخرى كانت قد قدمت مساعدات كثيرة. تقول واشنطن إنها دائما تتحقق من أن هذه المساعدات تصل إلى مستحقها، وهي تدعو أيضا أولئك الذين سيقدمون أو قدموا المساعدات للشعب السوري بأن يحاولوا أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها على الأراضي السورية. أيضا ترى واشنطن بأن هذه الأزمة تتطلب استجابة عاجلة، ولذلك خصصت تقريبا 85 مليون دولار ستقدم لتركيا وسوريا لمساعدتهما في جهود الإغاثة.